إن الهيئات الديمقراطية والتقدمية المشكلة للجبهة الاجتماعية المحلية بدمناد، وهي تستحضر كل السياقات الوطنية والمحلية الداعية إلى تأسيسها من طرف عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية بالمغرب، وخاصة من جهة تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لغالبية أبناء الشعب المغربي نتيجة استمرار الحكم في اختيارات لا شعبية المملاة من الدوائر المالية والدوائر السياسية الإمبريالية بشكل غير مسبوق، ويهدد كل التراكمات التي حققها شعبنا بشهدائه ومعتقليه ومناضليه، وأيضا يستحضر أيضا سياقات نزول الحكم إلى مقارباته القمعية المعتادة. نقول المعتادة لأنه هذا الشيء معتاد جدا معروف وأسوأ منه كان، لمواجهة كافة الاحتجاجات الشعبية والمطالب الاجتماعية. هذا المغرب الجديد، مغرب القامع عود الشريف، هذا المغرب الجديد، مغرب القامع عود الشريف، هذا المغرب الجديد، مغرب القامع عود الشريف، هذا المغرب الجديد، مغرب القامع عود الشريف. وكواكم 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 مع نزوع الى هذه المقاربه القمعيه، مع نزوع الى القمع المفرط في الهوامش والمدن الصغرى كما يجري في مدينه دملات، حيث منعت الهيئات السياسيه من مجرد توزيع ورقة صغيرة جدا، ما فيها لا سلاح لا بوليزاريو لا حتى حاجة، فيها ورقة نداء لتخليد ذكرى 29 فبراير فقط. إذن أيها الإخوة، مع القمع المفرط في الهوامش والمدن الصغرى مقابل الإبقاء على مظاهر ديمقراطية الواجهة في بعض المراكز الكبرى اللي كتبان زعما راه الدولة ديمقراطية، ما كتقمع ما والو بحال الرباط بحال الدار البيضاء إلى غير ذلك. وبالتالي فإننا نعتبر أن سلوك القمع والمنع الذي وجهت به تحركات مناضلي الجبهة، وبالمناسبة هادو مناضلين مسؤولين في هيئات سياسية وحقوقية لها وصول إيداع قانوني عند السلطة، ما عليهم إلا يمشيوا ياخذوا هذوك الوضوع وصول الإيداع ويعتقلونا كاملين، هذو كلهم راه أعضاء مكاتب سياسية أو نقابية أو حزبية أو كذا. ولذلك فإن ذلك يعبر عن فشل كافة الاختيارات والمسكنات التي حاولت الحكومات المتعاقبة منذ 2011 تغطية الواقع الاقتصادي والاجتماعي والالتفاف على مطالب الشعب المغربي ومطالب حركة 20 فبراير 2011. فمن جهة أبانت تجربة 9 سنين مور 2011 على الوجه البشع للاختيارات اللا وطنية واللا ديمقراطية واللا شعبية للطبقة الحاكمة، خاصة استهداف الفقراء والمهمشين وتوسيع دوائر الفقر والهشاشة لدرجة تعميمها على جميع فئات ما يسمى بالطبقة الوسطى، والهجوم على المكتسبات الاجتماعية للعمال وموظفين من خدمات اجتماعية وصحية وتقاعد وغيره، فضلا عن رفع اليد عن أهم المرافق الاجتماعية كالتعليم والصحة، وإضافة إلى تجميد الأجور وعدم الالتزام بالاتفاقات الاجتماعية على علاتها والاستمرار في النفخ في الأسعار بشكل متواصل. ومن جهة أخرى إطلاق اليد للمفسدين والقمع عن طريق خنق كافة الحركات الاجتماعية المشروعة في الريف وجرادة وغيرها من المناطق المغربية، وإبراز العصا كحل وحيد وأخير لهذا المخزن الفاشل أمام مآزق اختياراته اللاشعبية، وعن طريق إطلاق اليد من جهة أخرى للمستفيدين من الفساد والمفسدين ليعيثوا في الأرض فسادا، مستفيدين من مناخ عام وطني أنشأه وشعه المخزن عبر تاريخه يساعد على الريع وعلى الشواء. ولا للعسكرة، 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 ولا للعسكرة،
للعسكر.